الإرهابي انهزم والمسلمون انتصروا. بهذه المقولة احتفى الأفغاني عبد العزيز وهاب زادة بتكريم حكومة نيوزيلندا له لشجاعته في مذبحة الهجوم على مسجدي النور ولينود. وتصدى عبد العزيز للإرهابي الأسترالي وقتها برينتون تارانت لمنعه من دخول القسم الذي تقام فيه الصلاة بمسجد لينود، وأنقذ بذلك حياة نحو 100 شخص كانوا داخل المسجد في هجوم راح ضحيته 51 شخصا في مارس أذار عام 2019. ونال عبد العزيز وسام، بل هو أعلى وسام في البلاد، لدوره البطولي في إنقاذ حياة المصلين خلال هجمات المسجدين. وفي مقابلة مع الأناضول قال عبد العزيز وهاب زاد إن حصوله على أرفع وسام في دولة نيوزيلندا يعكس ويؤكد أن المسلمين انتصروا والإرهابي انهزم. وتابع الواقع جسدت إمكانية تضحية المسلمين بأنفسهم لإنقاذ حياة الآخرين. في المقابل سيقضي الإرهابي برينتون تارانت باقي سنوات حياته في السجن وحيدا. في أغسطس 2020 أصدرت محكمة بنيوزيلندا حكما بالسجن المؤبد على الإرهابي تارانت مع عدم إمكانية الإفراج المشروط بعد أن أقر بالتهم الموجهة إليه. وحول ذكريات الحادث قال عبد العزيز إنه صاحف الإرهابي وألقى عليه آلة البطاقات الائتمانية ثم اختبأ خلف سيارة ليحتمي من طلقات الرصاص قبل أن يواصل مطاردته مرة أخرى لمنعه من دخول المسجد. وأوضح عبد العزيز أن الحصول على وسام الشجاعة في نيوزيلندا في فترة تتجه فيها أنظار الجميع إلى المسلمين هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة له.